اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا الممتع والشيق مع اسطورتنا احمد صلاح. يا ابو حميد، يمكن نتكلم على العالميه، وعايزين نتكلم على دور الاسره كمان، دور اخواتك لما بدا يجي لك العروض. انا طبعا مش هاخدك بعيد عن النادي الاهلي، ولكن الاسره قالت لك ايه لما جالك عقد؟ خلي بالك دي غربه وبعيد عن والدتك، قالوا لك ايه؟ والله يا كابتن، بص، اول حاجه طبعا شايفينها، هم شافوها ان دي حاجه طبعا هتفرق معاك في المستقبل، وهتبقى هتستفاد خبره وهيتعلم حاجات كتير من اي حته هتروحها. يعني هم كانوا مرحبين جدا، وكانوا هم كمان ما كانوش بيسيبوني، يعني على طول كانوا بيكلموني، ايه الاخبار، محتاج ايه، طب في حاجه مضايقاك، معلش لازم تيجي على نفسك شويه عشان تتعلم. فبصراحه هم كان دورهم كبير، خاصه طبعا اخويا هشام، ان هو يعني معانا او معايا ومع اخواتي كلهم خطوه بخطوه في اي حاجه بتحصل، في بيت ولا في نادي او في اي حاجه. بصراحه يعني ما بيتاخرش، اللي هو فعلا هو مربيني، يعني هو هشام هو مربيني، ان هو زي ما بقول لحضرتك قبل كده، ان هو بابا والدك كان الله يرحمه، والدي كان هو كان مسافر طول الوقت، يعني الفتره دي وانا صغير كان هشام هو اللي مربيني، هو انا ومحمد بالذات، يعني احنا اصغر اتنين، فاحنا هو اكبر مننا بسن، يعني في حاجه محترمه. يعني انا عايز اقول لك انه حلو يبقى الترابط الاسري ده، بس خلينا نجيبه على الهوا كمان. احنا معانا كابتن محمد صلاح، اخو الاسطوره الكبير احمد صلاح. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم، اخبارك ايه؟ منور قناه الاهلي، واحمد صلاح منور قناه الاهلي. ده الدولي دوت منور اي مكان، ده الا الدولي عندي. بمثل عليك طبعا يا كابتن هيثم، وطبعا بمثل على قناه النادي الاهلي، طبعا بيتنا الكبير. طبعا انا بشكرك جدا والله على اللقاء الجميل ده، اللي انا بتحايل عليه دايما ان هو يطلع في التلفزيون. ولا يا عالمي حبيبي يا حماد، هو ابو كل شويه في الظهور الاعلامي لانه خجول وما بيحبش يطلع يتكلم، بس ده بيته. والله قلنا له كتير يا ابو كباتن، قلنا له كتير جدا، اتكلم بطبيعتك انت، مفيش حد لي حاجه عندك، اتكلم عادي خالص، مش لازم تقول مثلا حاجه مش على دماغك، فعادي يعني، ما مش انت عارف بقى ابو كباتن بقى طبعا. طب كابتن محمد، فرصه حضرتك معايا، انا عايز اعرف كواليس اللي الجمهور الاهلي ما يعرفوش عن احمد. يعني ايه اللي احمد عندي ده عندنا كواليس كتير. اديني كواليس واحده او اتنين كده بس. ما تكترش. يعني كواليس، هو بيقول لك ما تكترش، لا بس انا بقول لك كتر، خد راحتك يعني. يعني اديني يعني كواليس واحده او اتنين كده. يعني احكي لك موقفين. اتفضل. انا احكي لك موقفين، اقسم بالله انا مستغرب من احمد فيهم. يعني احمد اخويا طبعا، مش عايز اقول لك يعني الطيبه كلها، ولا ليه مشاكل ولا ليه خناق ولا الكلام ده خالص، يعني ملوش حاجه خالص. المهم احمد كان معايا في المدرسه واحنا صغيرين، يعني هو محمد اكبر مني بثلاث سنين، كان خمسه وكان في ثانيه ابتدائي. فالمهم انا دايما بروح بدري عنه، تمام. فالمهم انا روحت البيت، فلقيت صحابه جايين لي بيخبطوا عليا، تعالى احمد بيتخانق في المدرسه. انا طبعا انا جريت، يعني انا والله العظيم يعني لو انا بلعب مثلا العاب قوه مش هجري الجري دوت. المهم جريت جري يعني صاروخ. المهم رحت المدرسه، فدخلت الخناقه مكانه، فببص على احمد شمال ويمين، مش ده احمد، ده احمد يا جماعه. المهم انا اكتشفت طبعا ان احمد طبعا روح وغير وفتن عليا طبعا، ان محمد بيتخانق في المدرسه، بيعمل مشاكل كتيره في المدرسه. فطبعا مش عايز اقول لك اخويا هشام، طبعا عشان طبعا والدي كان عشان طبعا كان والدي كان شغال في الخارج، فهشام طبعا كان ابونا بقى واخونا، وكان حاجات كتيره جدا، كل حاجه ربنا يديله الصحه، يعني ربنا يخليه ليك يا رب. فطبعا اما بيبهدلني في اليوم دوت، فطبعا الله يكرمها حبسه كل البيت. يعني خدت لي حقي، اتحبست في البيت. انا نزل لك عشان يحوشك. كابتن احمد بيقول لي انت اتحبست في البيت يا كابتن محمد. انا نزلت عادي وهو اتحبس. اتحبست واتبهدلت. يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار يا كابتن محمد. هو صغير. طبعا انا ما استعملتش اي حاجه والله يا كابتن هيثم، انت عارف يعني الاخ الكبير ده بيبقى اخوه الصغير بيبقى عامل ازاي بالنسبه له. هو بصراحه شايل كل حاجه. احمد عندي غالي عشان الفرق السن ما بينه وبينه صغير. يعني هو يعتبر صاحبك، مش اخوك. هو عارف كل حاجه عني، كل اسراري، هو اقرب واحد ليا. سري معاه اساسا، انا سري مع احمد بالذات. ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض. يا كابتن هيثم مستغرب منه جدا بقى. قول لي. احنا كان ياسر اخونا كان بيجي بدري دايما وبينام بدري يعني. فانا واحمد كنا ناخد منه المفاتيح العربيه وهو نايم. انا كان عندي 15 سنه ساعتها واحمد 12. ناخد نلف بالعربيه لف يعني مصر كلها. طبعا. احمد طبعا ما بيسوقش لسه، كنت لسه ايه، انا بعلمه واحده واحده. ونيجي نركنها نفس الركنه ونطلع نحط المفاتيح ولا كنا عملنا حاجه. يا جماعه ياسر بقى لما يصحى العربيه دي في حد بياخدها مين؟ خالص صعب عليا والله. طبعا ياسر طبعا يعني مش عايز اقول لك يعني الحبيه كلها اقسم بالله. ففي الاخر طبعا قلت له عشان بس ما يفتكرش حد بيسرقها مني، الحمد لله اللي باخدها بصراحه.
وما تزعلش، قال لي على الله اشوف رجلك عليها تاني. لا ده بص الحاجات دي قصص انا عارف الاخوات. بس خليني اروح لمنطقه تانية بقى. يعني احمد كان في المنطقه خجول، كان ليه صحاب، كان بيلعب كوره، يعني برضو كلمني عن طفولته. طفولته عارف اللي هو، بص بص يا كابتن هيثم، والله العظيم احمد ده غريب، يعني انا تعبت معاه قوي. هو كان مشي كل البلاويه بصراحه. يعني بص احمد خجول جدا، ملوش صحاب الا قليلين قوي قوي قوي، حتى يعني اصحابه اللي في المدرسه كمان هو ممكن يشوفهم كل فين وفين. انا معلش انا اللي كنت فعلا ليا اصحاب كتيره وكنت بتاع مشابك شويه، بس ما علينا. ومالوش في اي حاجه خالص، كان طيب جدا. يعني انا بكون ساعات كتير قوي بستغرب، يعني انت يا احمد انا اقعد اتكلم معاه، يا احمد يعني اتكلم مع الناس، اقعد هنا مش عارف ايه، يقول لي يا عم والله العظيم انا خاطب عني مش فاديك يعني. فبحاول على قد ما اقدر اقول لك كابتن هيثم، يعني على فكره ابني وسيم طالع زيه كده والله. والله توأم للاسف. يعني يعني خليني اقول برضو ان هو يعني الترابط ده اكيد كانت فيه، يعني كان سر الترابط اللي ما بينكم ده كانت الست الوالده اكيد. طبعا ده بص بص يا كابتن هيثم، يعني انا امي الله يا رب كده، يا رب تديها الصحه دايما كده ونشوفها احسن حاجه في الدنيا، هي اللي حببتنا في بعض كده. صحيح. يعني احنا ما بنستحملش حاجه على بعض. صحيح. من هشام لحد احمد. يعني صراحة يا رب كده اديته طول العمر كده ونشوفها في احسن حال، وكل ده من دعائها والله اللي احنا فيه ده كله ده. طبعا طبعا. يعني هي بصراحة رب اربع رجالة، والله اقسم بالله يعني ربنا اللي يعلم من غير حلفان بقى، يعني يمكن كل النادي الاهلي عارف، حتى لما احنا لما كنا بنلعب يعني يعني انتماء غير طبيعي للنادي الاهلي، لان اصلا بيتنا الكبير. بنلعب اكننا مثلا لو طلعنا تاني زي عاشر، والحمد لله عمرها ما حصلت ان احنا نطلع تاني دي خالص، لا حتى وانا بلعب. وفي موقف كمان بقى، احمد كان بيتصعد معايا في الفريق معايا. اتفضل يا كمان في الفرقه معايا وفي الناشئين، كان دايما بيتصعد معايا في الفرق اللي معايا لحد ما كان انا وهو اتصعدنا درجه اولى، كان انا عندي 18 سنه، كنت لسه ما كنت لسه صغير، واحمد كان عنده 15 سنه. اصغر لاعب في مصر لعب نهائي الكاس معلية ما بين اهلي وزمالك. ما شاء الله. انا هو لعبنا في نفس الماتش. ما شاء الله. بس دي الله. حبيبي يا كابتن والله بشكرك، كابتن محمد صلاح طبعا، واتمنى لكم دايما. ده انا اللي زدني شرف والله اللي كلمت حضرتك، وطبعا انا بشكرك جدا على اللقاء الجميل دوت، وشايف الدولي طبعا والعالمي قدامي. حبيبي يا حماده، ربنا يحفظه يا رب ويبعد عنه الحسد والعين. وشكرا يا كابتن هيثم، ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض. كابتن محمد صلاح اخو او شقيق الكابتن احمد صلاح، يمكن الترابط الاسري ده صدقني والاستقرار الاسري ده هو اللي بيزق البني ادم طبعا. طبعا طبعا. احنا الحمد لله يعني امي بصراحه عملت مجهود كبير جدا ان احنا الحمد لله ما نبعدش عن بعض، حتى لما اتجوزنا الحمد لله مع بعض في كل حاجه، ناخد راي بعض في كل حاجه. ف عايز اقول لها يعني ربنا يخليكي لينا ويديك الصحه والعافيه ويبارك لنا فيك يا رب كده، ودايما منورانا يا رب كده.